المايك كده افضل. الحقيقه ابتديت ادرس بيج داتا من حوالي 3 سنين ونص، واعرف عن البيج داتا من قبل ما تبقى مين ستريم بالشكل ده. في اخر سنه انا بقيت بدرس حاجه ثانيه، بقيت بدرس واتس نوت بيج داتا، احب اشارككم ايه اللي انا بعمله حاليا. This is an introduction about my humble self. I do three things in my life. I am a researcher. I got my PhD from KTH, the leading technical university in Sweden. And I work at the Swedish Institute of Computer Science. لو حد موجود في جامعة القاهرة بيستخدم حاجة اسمها سيكسوس برولوج أو يسمع عنه، ده طالع من المعمل اللي أنت بتشتغل فيه. صفتي الرئيسية إن أنا مدرس، ولو هختار حاجة منهم هختار إن أكون مدرس. أنا دارس حاجات كتير، منها بي تو بي سيستمز، انترنت الجوريزم، سكيورتي، سوفت وير انجينيرنج، ميتا بروجرامينج، وأخيرا البيج داتا. وكان ليا الحظ إني أديزاين الفيرست بيج داتا أند داتا ساينس بروفيشنال دبلوما في مصر في جامعة النيل. الحقيقة الجزء الأكبر من وقتي رايح دلوقتي للأنتربرنور شيب. I co-founded many companies of peer-to-peer live streaming, education, IoT, and AI, and finally, I have now an innovation accelerator بحاول أساعد الشركات السويدي إنها تيجي مصر وتبتدي الستارت أبس بتاعتها، بحاول أساعد برضه الشركات الستارت أبس المصرية تكنيكال كويشنز اللي ممكن تكون صعبة شوية ما يقدروش ياخدوها من المين ستريم. عموما لو كنت في محفل تاني ده عموما كل البيج داتا توبس حاليا في المنظر ده. بيج داتا از بومينج، بيج داتا از ذا فيوتشر، بانج بانج، بيج داتا جوبز ار انكريزنج، بانج بانج، شود يوز بيج داتا، بانج بانج، شود ميك ا بيج داتا ستارت اب، بانج 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 بانج. هل الكلام ده مش مظبوط؟ الكلام ده مظبوط جدا، الكلام ده مظبوط جدا، ولكن هل كل البانج بانجز دي ليها علاقة بيا أنا؟ يعني it is a billion dollar industry. Yes. أنا الشخص المتواضع اللي واقف قدامكم أو حد تاني من حضراتكم أو حد تاني في الإيكو سيستم المصري، هل الكلام ده ريليفنت فيه ولا لأ؟ ده سؤال أصعب شوية ومحدش بيتكلم فيه. اللي أنا بقوله إنه بالنسبة لناس كتير yes this is fantastic. بالنسبة لناس تانية الهايب اللي موجود، لان كل تكنولوجي جديده بيحصل فيها جزء من التروث وجزء من الاوفر هايب. الهايب ده في بعض الحالات ممكن كمان يكون مضر لي. انا بحاول اوضح الفرق ده. It's okay.
data could be tackled from a data engineering perspective or a data science perspective. How many of you think that the distinction is very clear for them? Do you know what's the difference between data science and data engineering? Please. Engineering. Detecting credit card fraud from logs. Okay. Credit
data science, building data models for OLAP. Engineering. في هكلاب. It's mostly an engineering endeavor. في ناس كتير ما بتقولش عارفة يعني ايه OLAP او OLTP. الداتابيزز عموما تنقسم الى طرعين. الاونلاين ترانزاكشن بروسيسنج اللي هو كل الداتابيزز الطبيعيه لازم تبقى نورمالايزد وفيها ريفرنشال انتجريتي وهكذا. وبعدين في الاولاب اللي هو الاونلاين اناليتيكال بروسيسنج اللي هو دلوقتي بقى اسمه الشائع اناليتكس وخلافه انه احنا مش وير نوت افتر انتجريتي اند نورماليزيشن وير افتر ان ايزي واي تو كاونت اند بروديوس ستاتس اند سو فورث. اوكي. So the audience definitely knows this. From an engineering perspective, اي حد بيتكلم عن big data دول كانوا اثنين وبعدين بقوا ثلاثة. يعني انا شفتهم وهم اثنين وشفتهم وهم ثلاثة وشفتهم وهم خمسة. في حد قال لي ان هم بقوا سبعة. سبن بيز يعني. اوكي. الديفينيشن بتاع البيج داتا ان انت عندك داتا mainly driven by volume ولكن ممكن تكون مش كبيرة لكن متنوعة او اند وور طبعا. وممكن تكون not very clean فيها. يعني انت مثلا لما تمسك فيسبوك لو انت مثلا بتعمل بتحاول تعمل text mining على فيسبوك comments ومثلا انت بتشوف حاجه سياسيه مثلا ممكن تلاقي حاطط اعلان صابون في النص عادي جدا. يعني الفيسبوك انت لو بصيت على الكومنتس هتلاقي الدنيا مش مظبوطه. لو انت blindly واخد الكلام ده ممكن يدستراكت الالجوريزم بتاعك. في velocity برضو انه احيانا ببقى I want to do the operation now. يعني الداتا جايه هي ممكن ما تكونش كبيره قوي برضو لكن انا I want to do my computation instantly. فدلوقتي بقى في كل الفيلد بتاع البيج داتا ستريم. فحتى انت لما هتخش جوه البيج داتا هتلاقي في فرعين في البيج داتا باتش وفي البيج داتا ستريمينج. وفي الفاليو دي في البيج داتا او لا. المشكله اللي اتقابلني مع الكلام ده ان انت بعد ما انت شفت ده انت بقى تعمل ايه يعني؟ استفدت ايه حضرتك؟ يعني الديفينيشن مجرد بيحاول ينبهك ان في نوعيه جديده من الداتا. لكن انا حاولت السنين اللي فاتت من النقاش مع الستودنتس ان انا اعمل ماي اون ديفينيشن اوف نوت وات از بيج داتا واتس نوت بيج داتا. ده اهم بكتير وهقول ليه. اي داتا جنريتد ات هيومن ريت يعني البني ادمين هم اللي مطلعينها هم اللي عاملين جنريشن للايفنتس دي unless you are Facebook or Google او حتى جلوبال سكيل غالبا هي مش بيج داتا. سوري يا لو هي مانجبل اون سنجل ماشين ما انت ما تجيبش اللابتوب بتاعك وتقول لي مش مانجبل وبعدين تقول لي انا عندي بيج داتا. يعني considering possible scale up اللي ممكن يتعمل. ولو هي مش مانجر على سنجل ماشين ستيل مش معناها ان هي بيج داتا. هو احنا الستيت اوف ذا ارت دلوقتي عايش ازاي؟ يعني قبل ما الهدوب والسبارك دول يطلعوا الناس ما كانش خلاص كل الداتا اللي عندها كانت بيبي يعني؟ كان ما في سوليوشن. يعني الداتا بيس كوميونتي احنا حتى في الكمبيوتر ساينس عندنا مقوله ان تقريبا ما فيش حاجه في الكمبيوتر ساينس ما اتعملتش جوه الداتا بيس فيلد. بس هم بيدوها اسامي ثانيه في الفيلدز. يعني الديستريبيوتد كومبيوتنج كله تقريبا كان معمول جوه الداتا بيس. يعني الداتا بيس databases are strong now and extremely strong. فانت ممكن يكون عندك حاجه مش manageable on a single machine لكن manageable على a SQL cluster. اوكي؟ كان could be done. عندك tools كتيره جدا موجوده في الاندستري النهارده بتهندل لودز كتيره. فمش معناها ان انت عندك big data. لازم تكسر حد معين اللي هو محدش بيقوله لنا هو ايه عشان نبتدي نكونسيدر البيج داتا. ودي اكبر مشكله في المجال. طيب اذروايز لو ما عندكش اللي فوق ده احتمال يكون عندك بيج داتا مش هنبقى متاكدين قوي. Even if your vendor tries you, even if your vendor tells you ما عندنا حد من تيرا داتا او من اوراكل ولا حاجه. طب عشان ما نزعلهمش. ده هيوريستيك كده بسيط انا بحاول احطه كفيجواليزيشن للطلبه. الامبريشنز ممكن تتغير شويه. لكن لو احنا هنتكلم على كوربريت اناليتكس او ستارت اب اناليتكس انت ممكن عندك بروبلم بتتحل بالسنجل هوست بتاع
بتاعك لو عملت سكيلينج اب، يعني تجيب مكنه اجمل تغلب لك المشكله. ممكن ما تقدرش فتروح لحد كلاستر. كل اللي هنا ده انت بني ادم طبيعي نوليدجبل ان داتا انجينيرنج. قبل ما تسمع عن هدوك كانت الناس بتحل المشاكل دي. بعدين في الكوربريت بالذات بروبلي قبل هاف بيتا بايت يو شود نوت ايفن ثينك اباوت زي بيج داتا. الناس دي عندهم حاجات يعني اكزا داتا او تيرا داتا بيهندلوا هاف تيرا يعني ال هندردز اوف تيرا بايت دي عادي يعني عادي ده مش يعني ما بيعتبروهاش بروبلم جامده يعني بالنسبه للكوربريتس. اوكي يعني لو رحت في اي مالتي ناشونال بالنسبه لهم انت تيرا بايت مش هتدوس يعني. فانت قبل ما تعمل الكلام ده هسأل سؤال. في حد هنا من التلكوز؟ اوكي do you know الوير هاوس بتاع حد من يعني الاوبريتورز باحجام الاوبريتورز اللي شغاله في مصر اللي هي tens of millions of subscribers. تعرفي الوير هاوس كله اللي هم بيستخدموه ده كام تيرا؟ تقريبا ممكن حد يجس تيرا ولا جيجا ولا بيتا ولا حد عنده وايلد جس؟ حوالي في حدود بين 100 و150 تيرا بايت. 100 و150 تيرا بايت 100% مانجبل على الكلاسيكال سوليوشنز بتاعت الداتا بيسز الجامده اللي زي اكزا داتا او تيرا داتا. هم مش مشتكيين خالص من الموضوع ده. الكلام ده نفسه لو طبقت نفس المنطق ده على ستارت اب جديده في مصر عندها سنسور داتا او عندها داتا شكلها كده هتتعبنا يعني. الكلام ده ممكن تبتدي انت تهد الكلام ده مش هتقدر انت تشتري تيرا داتا واكزا داتا واوراكل وهكذا. وبالتالي هتضطر انت النيد للهدوب هيقرب بقى. اوكي؟ لكن هو التاني بالنسبه له عنده فيندر وتمام وكونتراكتس وسبورت والدنيا بسيطه. He will not consider هدوب before late. فتفرق انت كوربريت ولا ستارت اب وتفرق whether انت عندك knowledge بال traditional solutions ولا لا. لو نفس الداتا اللي عندك دي مش هتعمل عليها analytics هتعمل عليها machine learning الثريشولد اللي عنده هتكونسيدر البيج داتا هيقرب مش هتت يعني هتبتدي يتعبك عند probably hundreds or tens of gigabytes مش عند البيتا بايتس والتيرا بايتس لان انت بقيت داتا انتنسيف وكمبيوت انتنسيف في نفس الوقت ما بقيتش داتا انتنسيف بس فانت هتتعب شويه. طيب ده what I hope is a nicer definition of what is big data and when to adopt it than ان اقول لك على فكره في 5 now that you guys have proved damn excellent I think this one is not going to be that easy زي اللعبه اللي فاتت. So let's play big data or not. لو قلنا عندنا الكول لوجز يعني مين اتكلم بس يعني مكالمه تليفون حط نمره كذا طلبت نمره كذا اوكي سطر كده وعايزين نطلع الفواتير بتاعت كل الناس بتقعد 30 مليون دي بيج داتا بروبلم ولا لا؟ انا غششتكم خلاص قبل الانتروداكشن ده بروبلم كان ممكن تقول لي طبعا 30 مليون عادي جبت ايه 30 مليون؟ النورمال داتا بيز بتعرف تحل الكلام ده مفيش حاجه عادي يعني نورمال وير هاوس. اوكي finding errors in base stations messaging logs for the same telco. يعني انا دلوقتي مش للمكالمه الواحده انا مش هسيب سطر انا هسيب كل البيز ستيشنز المسجنج بتاعها قال لبعض ايه وحصل ايرورز ولا لا او في كول دروبس ولا لا. دي للسطر الواحد احنا هيجي لنا مسجز كتير تمام. دي مختلفة ومش مفيش تلكوس كتيرة يعني بتسيب الكلام ده لأنه الكوست بتاعه كتير والمونتايزيشن مش واضح. يعني الـ ROI الـ return على الانفستمنت إن أنت تبتدي تبص في الكلام ده is not that clear. طيب indexing and searching text of support calls for نفس الشخص ده يعني كل الناس اللي اتكلمت دي هنعمل speech to text ونحط الكلام ده في logs. يعني ترانسكريبت فلان اشتكى من كذا وهكذا واحنا عايزين نسيرش وندي الكلام ده.
بيج داتا؟ مش بيج داتا، اتس كامينج ات هيومن ريت، مش هتطلع كتير خالص، هتطلع مانجر. ممكن انت عشان لو انت مكان الشخص اللي انشارج تكون ما عندكش خبره قوي في اندكسنج فري تكست، فتروح تفتكر ان الداتا بيز يعني في حلول ثانيه تعتبر دلوقتي بالتكنولوجيا بتاعت دلوقتي زي سولر او الاستيك سيرش او كذا، في حاجات بتاندكس الفري تكست حلو جدا. You don't need to go to Hadoop. طيب joining data of support codes with billing with social media with website activity. Big data not because of the size. Probably كل واحده لوحدهم مانجر. بس الثلاثه على بعض احنا هنا الفي بقى بتاعت الفرايتي، الفي بتاعت الفرايتي ادتني كيس ان ما عنديش طول اعرف احط فيها كلهم. او اصعب عليا ان انا ابتدي اعمل اكستراكشن واحطهم كلهم في نفس الداتا بيز. لو اعرف صراحه اروح على طول على التراديشن. اوكي؟ تمام. Finding calls of criminals from 10 years back in tempo for logs. دي بقى دي فيها كلام، اقول لك ليه؟ لان ال 120 اللي انا قلت لك عليهم او ال 100 تيرا اللي بنتكلم فيهم دول، ال 100 تيرا دول مش بيتكلموا مثلا في سنه او سنتين اللي فاتت، سنه وجزء. عشان نفضل بقى نكيب سنين ورا، يعني لو فاليو داتا حرام ان انا انفست فيها وممكن توصل لاحجام كبيره قوي. فاحنا ممكن لو خمس سنين هنوصل للهاف بيتا ده، وبعدين احنا مش عايزين ندفع فيها فلوس كتير لانه احنا مش بنستخدمها ديلي، ده لما حد يبقى يسالني هبقى ادور. فدي ممكن تكون بيج داتا على حسب قد ايه من الهيستوري يو وانت تو كيب. بريدكتنج فيوتشر يوزر باترنز التيربو اكس. بس انا مش بسال هي داتا ساينس ولا داتا انجينيرنج بروبلمز، انا بسال هي بيج داتا ولا لا. This is much more tricky. في ناس على حسب انت هتبص على قدر قد ايه، وهنا بقى في بيج داتا، في بقى نخش معانا بقى البيج داتا فروم ساينس برسبكتيف. انا محتاج داتا قد ايه عشان تبقى statistically valid enough عشان اعرف اعمل عليها learning. ممكن تخش في مرحله ان هي كاناليتكس بيس اوف كيك، كماشين ليرنينج احتمال تتعبني، فممكن تبقى هارد تو تيل من غير ما امسك الكيس. Basic reports on active user in a company like Truecaller. هو ايه الفرق بينها وبين Basic Call Logs يعني؟ الاثنين human generated. بس Truecaller is global scale. Truecaller عنده مكالمات كل واحد بيتكلم في العالم بسطة Truecaller. And this is global scale. فاهمني؟ احنا مش بنتكلم يعني they have a huge amount of subscribers. وبالتالي دي is a big data problem. Anyhow, we can continue like this. I hope you got my idea. We started to be in the mode of this thing. The lesson is it solvable traditionally? Yes, go for it. It's not. Let's consider big data. هيبقى لكم ليه دلوقتي انا بحاول استرس الموضوع ده. انا مش بحاول اقول لك ان البيج داتا وحش اطلاقا، يعني one of the guys who يعني من اوائل الناس اللي ادوبتد الكلام ده في مصر وحاولت انشره وبستخدمه، ولكن انا عايز اوضح الفرق امتى تستخدمه وامتى ما تستخدموش. لان لما بتستخدم البيج داتا وهي مش انتجيتد هوريك انها بتضر ممكن تضر نفسك اكشلي. طيب السؤال اللي بيتسال كتير قوي بيقول I get a good or a better position if I learn big data engineering. After 3 years of teaching this, I want to share with you the following stories. Student X, مثلا the real guy, مش ده بني ادم حقيقي. A junior هو بيشتغل في وير هاوس بتاع التلكو و he's a junior يعني ما هوش رئيس الوير هاوس يعني شخص واحد من المبرمجين. قال لي ثانك يو سو ماتش، احنا كنا بنعمل ديسكشنز جامده جدا وفهمنا البيج داتا بعمق. رحت الانترفيو الراجل ابتدى يلعبني، عرفت ارد عليه، عرف ان انا مش قاري كتابينه جاي. I have knowledge, I landed the job, he landed the job actually abroad and he was very happy. Another guy كان senior IT manager، كان في position بتاع data governance في الهيد كوارتر بتاع المالتي ناشونال بتاعته، وهو
knowledgeable, he's already great. ناقص له بس سكيل صغيره انه مش عارف موضوع البيج داتا. He came, he took the diploma and it just, he was better than everyone else and he just completed the edge اللي كان ناقصه. I have many students. I was very happy that we did this diploma and lots of people are going to benefit from it and I'm sure some of you are going to find it useful. Inshallah, it's going to be useful and your dream job. However, my message is this is not true for all backgrounds, for all people. This is the size of my message. There are other people who are fresh grads. عمره ما مسك 10 1 جيجا اوف داتا في ايده. مش عارف امتى الداتا بيز ممكن يحصل فيها بوتل نيك. Probably مش عمره ما جرب يعمل داتا بيز باندكس ومن غير اندكس. Probably عمره ما سمع عن الشاردنج. ما عندوش ورك اكسبيرينس. Then he goes and learns about big data. صعب ان هو يلاقي حاجه يعني على طول تدخله سوق العمل مش هيمسكوك يعني قبل ما تكون بتسوق عربيه عاديه مش هيمسكوك المقطوره اللي هي 2 دي. فالبيج داتا دي از ا بيج جن انت بتسوق دبابه فمحدش هيسوق واحد دبابه على طول. لو انت كنت اوريدي يعني خلاص يعني سوق مدرعه كده ولا حاجه وتكه وعايز تسوق دبابه يس ات ويل بي جريت. فيوجوالي وات اي سيد تو بيبل اتس ابوت سكند اور ثيرد ستيب ان يور كارير. هل ممكن حضرتك تلاقي اكزامبل بيقول ان انا بقوله ده غلط؟ هتلاقي بروبلي ممكن تلاقي واحد يعني حصل له حظ ان هو كان اندر جراد وتحفه وممتاز وراح اشتغل من اول شغلانه ليه كانت بيج داتا انجينير. اي دونت يعني في خبرتي المتواضعه ده ما حصلش كتير اوفر ذا باست 3 years. Number of jobs are increasing جامد جدا جدا لكن الجوبز في كل المجالات الثانية are increasing جامد جدا دول are not growing as much. لو حضرتك دخلت على وظف النهارده being the primary hiring site في مصر وكتبت هدوء او سبوت هيطلع لك 10 jobs في 3 شركات تقريبا كده. لو كتبت data scientist هيطلع لك حوالي 4 positions في شركتين. اوكي لو كتبت جافا او سي شارب او كلاود او اي سي 2 هيطلع لك من 500 ل 600 وال 1000 جوب وده متوقع برغم حضرتك عارف اللي بحاول اقوله انه اتس نوت ذات الديماند الهايب يعني حاصل هايب ممكن يحسسك انه اتعلم دي وخلاص بقى يعني في ناس حتى في ناس مثلا بيجي مهندس اتصالات ما بيعرفش بروجرامنج ما بيعرفش ستاتستكس انا عايز اتعلم بيج داتا انجينير عشان الاقي جوب مش هتشتغل كده يعني It is an excellent next step. It's definitely not a good first step. طيب السؤال الثاني ايه التحديات من اصعب الحاجات اللي درستها هي البيج داتا لسبب بسيط جدا. روح على اي ادخل كورس في العالم هتلاقي فيه سنجل ماشين يوز وسمول داتا يوز على بي ام 100 بروبلي على مكان حضرتك جامده جدا بعد البي ام يعني لو انت حاطط فيها 4 جيجا رام هتبقى سعيد قوي تبقى انت اللي في الفصل اللي سابقهم كلهم. رايتنج انا ممكن اعلمك في ويك اند ام شو ويك اند اي كان تيك يو اول ذا بيج داتا سكيلز ذات يو نيد بس اول ما تيجي تجري على كلاستر الحياه مختلفه تماما هتشوف افلام ثانيه خالص اوت اوف ميموري اكسبشنز هتشوف سيريلايزيشن بروبلمز هتشوف نتوركينج بروبلمز شوف حاجات صعب نعلمها لك على السنجل كورس مش كده؟ عموما في الجامعه بعمل ليكتشر واحده بس اسمها ميت يور فيرست تيرا بايت يعني يا ريت التيرا بايت دي ما تشوفهاش فيديو ما تشوفهاش سلايدز تحسها بايدك وتحس بمشاكلها فدي مشكله في التعليم عموما however people land the jobs لو انت لو التيتشر بتاعك كويس وعمل معاك ديسكشن كويس وعمل لك اكسبوجر لبروبلمز كتيره probably you can land the interview without leaving this cluster بس بينك انت وبين نفسك عشان تعرف ان انت متعلم بيج داتا حقيقي لازم تكون اشتغلت على الكلاستر مش هينفع على مكان المشكله الكبيره اللي بتقابلني انه الناس يعني في ناس كتيره ضعيفه في الباك جراوند اللي قبل البيج داتا ده مش احنا اتفقنا ان عندنا حلول تقليديه جدا وبعدين المهم وانت تايم اقول انا هروح للبيج داتا المشكله ان في ناس كتيره جدا اللي بيبصوا على البيج داتا او كونسيدرنج هما مش شاطرين في الاساسيات فبتبقى بروبلم سهله
وهو because he's not knowledgeable بيفتكر ان دي big data. يعني تلاقي كتير قوي على الفورم واحد يقول لك مثلا ايه، انا معايا 20 كتاب تكست عايز اعمل لهم عليهم تكست سيرش، بتشتغل بيج داتا؟ هو ما متخيل مثلا معاه فايل 100 ميجا دي بيج داتا. ده بيحصل كتير يعني. ف يو نيد قبل ما تروح للبيج داتا تتعلم اكتر عن التراديشنال سوليوشنز، افهم الداتا بيس، افهم يعني ايه فيكسنج، يعني ايه بارتيشننج او شاردنج، افهم يعني ايه اولاب كتير اولاب، يعني ايه اولاب فولدرنج. هتذاكر شويه عن الكونكرنسي، عن بارلل سيستمز، يعني لينير سبيد اب اند سو اون اند سو اون. المشكله بقى ان اللي هو ما شافش العادي ده، يعني ما شافش الحلول التقليديه وتعلم بيج داتا، ده تفتكره بيعمل ايه؟ ده بيجيب يعني بيجيب عربيه نقل بمقطورتين وبينقل فيها كيس تيرمز. This is what happens in front of me every day. And I'm here just to make you avoid this. Yes, it's good to learn how to drive big trucks, but you better have big loads in the trucks. لو انت داخل حطيت كده كيس تيرمز انت بتدفع بنزين على الفاضي وبتضيع وقتك. يعني good. This is what I want to stress on and on. كمان لما بندرسها لهم يقولوا يعني هو ايه، هو في ايه، دول سطرين كود كده مالهم. يعني حتى كمان هو ما مش قادر يقدر الجمال بتاعه. البيج داتا تولز ناو ار فيري باورفل، فيري بيوتيفل فروم ا تكنيكال سنس. هو مش حاسس يعني ايه الموضوع عادي، يعني في ايه هو كتب. لكن لو هو كان عرق قبل كده في الداتا وتعب وراح للحلول التقليديه ما عرفتش، وبعدين راح للبيج داتا، واو اي كان دو ذات، مش هيحصل عنده موقع. هو كله عنده عادي زي بعض. Question 3. Do you recommend your big data engineering, big data engineering, or what's big data science, or big data engineering for a master science thesis? وقبل ما ارد انتوا شايفين الرد، بس ارجو البوينت بتاعتي تكون clear. I'm a huge advocate of big data. I'm just here to make the difference clear. Okay? No, I do not advocate that you do your master's at all thesis in big data engineering. I don't. It is very hard to do something innovative. لو انت نجم قوي في السكالا والثريدنج وعاوز تكونتريبيوت حاجه جوه سبارك، يبقى. وفي شركات، في شركه في اسكندريه عندها شغال بالمنظر ده وعاملين كونتريبيوشنز جوه سبارك. لو انت بالمنظر ده خش. لكن انت لسه ما دخلتش المجال تقول انا عايز اخش مجالي في البيج داتا وانت مش يعني A very solid systems guy, don't do it. Also, it's very hard to get your hands on real, relevant, and useful big data sets. هتلاقي لما تعمل جوجل هتلاقي 500 صفحة، أنا عارف اللي خدت عليهم قبل كده، ممكن تلاقي الويكيبيديا مثلا، هتلاقي حاجات في الجينومكس، لكن في الاخر انت هتجيب الداتا تبقى مش عارف تنزلها، وهتجيب سامبل وفي الاخر هتبقى مش ضروري تعمل بيج داتا. هاويفر ممكن يعني انا حصل معايا مثلا في ستودنتس انه كان عندنا اندستريال كيسز، يعني في كومباني عندها بروبلم ومش عارفه اذا كانت البيج داتا دي از ريليفنت ولا لا. وات وي هاف دان ان احنا مش عملنا ريسيرش، عملنا كيس ستاديز. ذات از اكسبتبل از ماستر ثيسس. Some of them are actually publishable because you share knowledge with people. And in that case, we have to spend at least $1,000 per thesis على الكلاستر عشان تطلع حاجه ليها معنى. فكون ان انت هتعمل ماستر ثيسس مع حضرتك اللابتوب بتاعك، وحضرتك هتنزل داتا سيت وتحطها على اللابتوب بتاعك، and you think you're going to do a master thesis in big data, that's not going to happen. You need a cluster, you need serious data, and تكون بتعرف تجنريت داتا وتكون الستاتستكس بتاعتك، عشان كده الماثيماتيكال فاونديشنز مهمه، تروح تجنريت داتا بديستريبيوشنز مفهومه بحيث ان انت حتى ما تبقاش بتحط رابش ان رابش اوت. Who has big data in Egypt? Short answer. Almost no one. Almost. Long answer. في ناس عندها، التلكوس عندها. بس لسه مش ناس كتير عارفه تعمل لها مونتيزيشن. يعني هو مش قادر مش قادر يقول ان انا محتاج اجيب الهدوب كلاستر واصرف الصرف ده عشان اعمل ايه. بس مش قادرين كمان ما يعملوهاش عشان عارفين ان كل الناس دخلت الموضوع. في شويه ستارت ابس مصري بتشتغل في السوشيال اناليتكس
عندهم تكنولوجيا نولج حلوه. You can land a big job, a good job in them. It's going to be paid highly compared to the other skills. في كمان ناس شغاله فريلانسنج جامد جدا. اعرف كذا حد بعد ما اتعلم بيج داتا لانه جلوبالي الناس مش عارفاها كتير فبتفتح مجالات لطيفه. How am I doing on time؟ انا خلصت تقريبا. قدام يعني قدامي تو سلايدز. يس. يا اوكي. اكتر حاجه بتزعلني لما اروح لستارت اب اساعدها وتقول ستارت اب بقى لها ثلاث اشهر وعامله هدوك كلاستر. من ضمن الحاجات اللي بتبقى زعلانه والولاد الفاندنج بتاعهم ليميت. الهايب اقنعهم ان هم فروم داي 1 هيروحوا يجيبوا هدوك كلاستر. وتلاقي الولد ميزانيته تعبانه جدا وداخل في امازون يعني فاتح هناك وصنعت. اولا ضيع وقت. It's more complex to manage. Start always small and grow بعد كده. الكلام ده مش بيحصل في مصر بس. One European company gave me the problem of trying to solve a problem where we want to have 300 million packets per minute. Per minute. They thought, زي الناس الكتيرة يمكن البيج داتا تحل الكلام ده. We did an evaluation, جبنا بيج داتا سليم وجبنا very small and simple solution custom made and it was faster. Is this for everyone like this? No. Of course not. But there are many. لو انت فعلا بتفهم بيج داتا مش معناتها ان انت اتعلمت الكود. معناتها ان انت اتعلمت امتى تستخدمها وامتى ما تستخدمهاش. ساعتها بقيت انت بيج داتا انجينير محترم. مش هتكلم على الكلام ده كتير لكن في الكونكلوجن this is my conclusion. البيج داتا is definitely an exciting thing. It's a very big and powerful one. البيج داتا انجينير can be your next dream job. Yes, and it has been for many people. You just have to choose the right time in your career for it. Before you apply a big data solution, make sure you know that there is no simpler traditional solutions. My last thing, if you're considering this game and you're good in math, برشح لك ان انت تستثمر وقت اكتر في البيج داتا ساينس في الساينس داتا ساينس في الداتا ساينس اكتر من الداتا انجينير والداتا انجينير هتجيلك بس لنفس المجهود ده لو كان الماث سكيلز بتاعتك كويسه. If not, continue to do the engineering. Thank you so much. شكرا.